اهلا بيكم. النهارده هنتعلم ازاي نكتب بالعربي على الادوبي بريمير، وزي ما تعودنا مع بعض بدون مقدمات كتير، يلا بينا على التفاصيل. اهلا بيكم مره تانية. زي ما عرفنا في بدايه الفيديو هنتعلم ازاي نكتب بالعربي على الادوبي بريمير. في البدايه كده بكل بساطه علشان نعدل اللغه العربيه في الادوبي بريمير، نروح على ايديت اخر خيار ونروح على جرافيكس. هنختار الاختيار الثاني ونختار رايت تو ليفت وندوس اوكي، بعدين نعمل ريستارت للبرنامج. دلوقتي اشتغل معانا البرنامج تاني، وبكل بساطه هنروح على تايب تول ونضغط ونكتب مثلا جدة تاريخي. نروح على جرافيك، لو ما ظهرش معانا بالشكل دوت هنختار ويندوز وندوس على جرافيكس. طيب لو حابين نجيب جدة التاريخية او الكلمة اللي احنا كتبناها في النص بالظبط نعمل ايه؟ نروح هنا ندوس هنا، هيحدد لنا النص بالطول واللي جنبيها النص بالعرض، وبكده بقت في المنتصف بالظبط. ومن هنا بنغير اللون، مثلا نختار اي لون، ولو حابين نعمل ستروك من هنا يكون الستروك، انا مثلا اخترته اسود. طيب لو حابين نعمل حركة لطيفة في الكتابة، نروح على افكت كنترول، نكون ضغطين على الكلمة او الجملة اللي احنا كتبناها ونوسع شوية كده ونسحبها للاخير من هنا مثلا، نزلها تحت، نطلع بيها برا الشاشة خالص ونضغط على بوزيشن ونحرك السهم كده شوية ونسحب لحد ما تظهر معانا جدة التاريخية. هيكون حصل معانا زي كده، نتفرج. طيب دلوقتي محتاجين تظهر بصورة جمالية افضل من كده، نعمل ايه؟ نيجي على الاول من هنا، نضغط على جدة التاريخية ونوسع هنا، نروح على اول واحدة كليك يمين ونختار ايزي اوت، وتاني واحدة ايزي ان، ونروح على بوزيشن في سهم موجود هنا نفتحه ونعمل الحركة دي، نشوف كده الفرق. بتيجي خطفة كده سريعة كده. يكون درس النهاردة انتهى، اتمنى يكون عجبكم، وما تنساش في اخر الفيديو السبسكرايب واللايك والشير. السلام عليكم.